السلام عليكم. اليوم راح نشرح بعض أيضا المصطلحات الأخرى بالنسبة لدروس السياق النظري في بريطانيا، اللي هي حنتكلم عن الحوادث. الحوادث فصل مهم جدا وسهل جدا، اللي هو يسموه الأكسيدنت إنسيدنت إمرجنسي. الأكسيدنت هي حوادث، إنسيدنت أيضا هي حوادث. أكثر الناس معرضة للخطر يسموهم الفلربل، اللي هم السايكلست. السايكلست هذا فصل أدنى كامل، هم الناس المعرضة للخطر يسموهم فالربل من أئمة اللفظ، اللي هم السايكلست، الموتور سايكلست، الشيلدرن، الالدرلي بيبل، ديسابل، الهورس رايدر. الموتور سايكلست طبعا كل شيء هو يتعرضون للخطر، لأن هم دول كلهم، مو بس الموتور سايكلس، كلهم هاردر تو سي، البلايند، الديف، الديسابل، البلايند اللي ما بيشوف، الديف اللي ما بيسمع، هذول كلهم معرضين للخطر ضعاف. وايضا الاطفال مثلا، البايسيكل، الموتور سايكل، دول كلهم هارد تو سي، يعني صعب انه نشوفهم. اكو سؤال مثلا يقول لنا الموتور سايكل ليش يفتح الديبت هيد لايت بالنهار؟ لانه هو فلربل، يعني معرض للخطر، او لانه حتى يكون visible. visible يعني مرئي. هذه الكلمة visible، إن حتى الناس بتشوفه، أو to be seen. فهذه ليش يلبس جاكيت عاكسة، الريفلكتيف جاكيت، بالنهار أو بأي وقت بالليل طبعا بعد أفضل، لأنه أيضا حتى يكون visible، لأن هما شنو، هما vulnerable. فهذا الأول كلمة بالaccident incident معناتها حوادث. السايكلست، البايسيكل، فلنربل، معرضين للخطر. بالنسبة لو صار عندنا لا سمح الله حادث، فأول شيء طبعا لازم واحد يكون calm وبي patient وما يتعارك، يعني يكون، لأنه في شركات الانشورنس، الانشورنس بتعوض الحوادث، أي ضرر يصير للسيارة بتعوض للسائق نفسه وتعوض للأشخاص الآخرين. طبعا لو ماخذ كومبريهنسيف، لأن الانشورنس بثلاث أنواع، الكومبريهنسيف الشامل بيعوض كل الأضرار سواء بالسائق وغيره، بينما الثيرد بارتي بيعوض فقط الناس الآخرين. فهنا أول شيء السائق لازم يسويه لما يكون عنده كار كراش أو كوليجن، يعني صار تصادم، يعني هي أيضا هو أكسيدنت، بس صار هذا النوع الأكسيدنت إنه كراش، كار كراش لا سمح الله. فأول شيء السائق اللي يسوي، لازم شي يسوي، لازم ستوب، نمبر وان. نمبر تو بيفتح الهازارد لايت، سويتش اون هازارد لايت. نمبر ثلاثة لازم شي يسوي، يطفي المحرك، سويتش اوف انجن، انجن اوف، هازارد لايت اون. اوكي، فبيفتح الهازارد لايت وبيطفي المحرك. طبعا اول شي ستوب، ورابع شي، او يعني ما بيخلي حاله بخطر، do not put yourself in danger، ما بيخلي السائق نفسه بخطر. وخامسا بيتصل بالإمرجنسي، call emergency، يعني emergency رقم خمسة. أول شيء لازم يسوي، يتوقف بالمكان الحادث، ما يهرب، بينبه. الهازارد لايت ليش بنسوي warn؟ بننبه، warn، بننبه الأشخاص الآخرين. فستوب و do not put yourself in danger، هذه الكلمة warn، بننبه، نفتح الهازارد لايت، بنطفي المحرك، و do not put yourself in danger، وبنتصل بالإسعاف. وبعدها بنتبع خطوات بيسموها الدكتور اي بي سي. دكتور اي بي سي اللي هي الدينجر، اول شيء بنقيم الخطر، هل المكان امان مو امان. طبعا افضل شيء انه احنا لا ننطي درينك، ما ننطي فود، ما نحرك الناس من مكانهم الا اذا كان دينجر. يعني لو شخص مصاب ما بنحركه، يعني البايسكل السايكلست اللي قبل هاي الصوره ما نحركه الا اذا اكون خطر اضافي عليه. مثلا الحادث في ليفل كروسنج، في معبر قطار، فلازم نحركه طبعا. فالمهم بنشوف الريسبونس، بنشوفها يعني الاستجابة. بعدين أهم شيء الاير واي، بعدها البريثنج، وآخر شيء سيركليشن، النزف. النزف يعني يسموه البليدنج، النزف، بلد، دم، وبليدنج، النزف.
فإذا كان بينزف ممكن نضغط، بنخلي بريشر على مكان الجروح، نضغط عليه أو نرفع الإيد، نرفع إيد أرجل أو المكان اللي مجروح نرفعه حتى ease the bleeding أو reduce the bleeding. reduce بنقلل. فهذه بالنسبة إلى الأشياء اللي نسويها. crash أو collision معناتها تصادم، accident incident حادث. السؤال هنا نشوف الإجابات مال، تحاولوا تجاوبون بالتعليقات عليه. What is the first thing you should do if you are involved in a car crash or car collision? Number one or A, call the emergency service. B, stop at the scene of incident. C, stop off only if someone waves at you. D, call your insurance company. هنجي نترجمها واحدة واحدة. فبيقول انت اول شخص، you are your first thing، اول شيء الاول، first thing you should do اللي بتعمله اذا involved، اذا كان السائق من ضمن الحادث، يعني هو اللي عمل الحادث involved in car crash. فشي يسوي السائق؟ لان تعرفون اكو ناس تضرب وتهرب، فهنا ما بيصير واحد يضرب ويهرب hit and run، هذه بيها مسؤولية قانونية طبعا. فلهذا لازم اول شيء، اول شيء شنو اللي يسوي؟ صح هو احنا بنخابر الامرجنسي، بس قلنا رقم ايش قد؟ رقم 5. خلينا نشوف بقية الاجوبة. stop at the scene of incident، طبعا اكيد هو لازم الشخص يتوقف، وهذه هي النمبر 1. stop only if someone waves you، احنا waves ماكو احد يأشر للثاني، ما لنا علاقة بالناس، وماكو بيها اف، يعني لازم يتوقف سواء واحد أشر له او ما أشر له. والانشورنس كومباني هذه بعدين احنا نتصل عليها ورا ما نسوي هذه الاشياء، وياخذ السائق التعويضات طبعا. اسم الله السامعين لا سمح الله. فهنا انه اول شيء ستوب، لو ماكو هذه ستوب، لو ما موجوده بالاجوبه اكيد راح نختار call the emergency promptly as soon as possible. soon يعني لازم مباشره يتصلون بالاسعاف. وهذا بالنسبه الى الجواب السؤال، وإن شاء الله استفادتوا. فصل الحوادث سهل جدا، بس مجرد واحد يعرف شوية. هذه الكلمة سين يعني مشهد الحادث، يسموها سين. شلون بالسينما يسمون سين مثل السيناريو، نقول سيناريو سين. سين يعني مشهد، فمشهد الانسيدنت الحادث. ويفز يعني أحد بيلوح يأشر بإيده، إذا أحد لوح يتوقف، إذا ما أحد مأشر له ما يتوقف. فهذه بالنسبة الأشياء المهمة.